اليوم كنظموا التظاهره الاولى ديالنا في هذا مع هذا المكتب الجديد، دونك باسمي وباسم المكتب المسير وباسم الاعضاء والمنخرطين ديال النادي كنبغي نتقدم بالشكر الجزيل ديالي اولا لرئيس الجامعه الملكيه المغربيه الفروسيه، وكذلك اود ان اثني على المجهودات اللي قدمتها السلطات المحليه من اجل انجاح هذه التظاهره، وحتى وسائل التواصل الاعلامي اللي حضروا بكثافه. كنود ان نقدم لهم الشكر ديالنا الجزيل اللي ساهموا في التغطيه الكافيه لهذه التظاهره الرياضيه. ايوا وكنتمنوا الله تبارك وتعالى انها تكون بدايه موفقه، والعمل ان شاء الله في المستقبل بقي عندنا الكثير من العمل من اجل تلميع الصوره ديال النادي، ومن اجل ان شاء الله الرقي به الى مستوى اعلى باذن الله. اليوم شاركت مع البوني ديالي برامج دي كارفور في ليبروف بوني سي 2، ساليت في المرتبه الاولى، وكنشكر من كوتش رشيد اعراب حتى توجدنا مزيان هذا الكونكور، والحمد لله كنشكر حتى الكلوب لي زيبرون دارجون بوغ هاد التنظيم المزيان. اليوم الصراحه كتدخل غا باش ندير ان سون فوت وباش نطلع في الرانكينج. فائزه على جائزه ديال 70-80، كانت الاجواء مزيانه هاد العام وشي لومبيونس مزيانه، ولي كافاليه كانوا في المستوى تبارك الله و سيتي بيان الحمد لله. كانت المنافسه ولكن كلشي كيدوز الحمد لله، والبراتيك ولي زيكزيرسيس كنا مزيانين الحمد لله. انا من فاس من كلوب مولاي عبد الله، صافي 10 باش بديت ليكيتاسيون، و سي تري انتريسون، ان سبور انتريسون، والحمد لله عجبني وكملت فيه.